الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون صحتك شيخ؟ تفضل. الله يسلمك. بس ارد اعرف يعني انا هسوني جيت، شنو الموضوع يعني؟ الموضوع بسيط جدا. ان عندي إن شاء الله. ان عندي الشيعة الامام يعلم متى يموت وكيف يموت، ولا يموت الا باختيار منه. فالحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه، عندكم ان زوجته هي اللي شربته السم، وهو يعلم ان زوجته دي هتشربه السم. فالانسان العاقل اللي عنده عقل المفروض يعمل ايه؟ المفروض يطلقها، صحيح، لكن مش ينام معاها الصبح وبالليل وفي كل وقت ويضاجعها، وفي الاخر تقول له اتفضل السم، هو راح اخذ السم وشربه. يبقى كده هو ضحى بنفسه من اجل شهوه جنسيه. ايه يعني هو هذا الموضوع. نعم، هو ده الموضوع ان شاء الله. هقول لك شيء شيخ، يعني انا هاي صار ثاني مره انا اخابرك، يعني صار لي 10 ايام جاي اتابعك. تفضل. بالعشر ايام جاي اتابعك. احنا مو احنا حلفان، يعني لا تاخذ علي، يعني حلفان، يعني احنا تدري نحلف احنا شلون مكان. تفضل قول اللي انت عايزه، ما يهمكش حاجه، قول اللي انت عايزه قلبك قوله. احنا كل الكتب اللي عندنا، كل الكتب اللي عندنا اغلبيتها يعني 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 من اقول لك يعني محرفه اغلبيتها. يعني انت شيعي؟ انا الحمد لله. انت تحلف بالله ان انت شيعي؟ اي والله انا شيعي. اصل صح لك بدي لا انا قبل فتره خافت شكك لك، يقول لك جاي بسنه وبيعملوا شيعة. لا 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 لا، هسه اصح لك ابني، هسه قل له هسه خاف، يعني خاف واحد يعني. تفضل تفضل. انا قبل فتره خابرته، قلت لك احنا يعني ما نسب ولا نغلط ولا يمكن اعظم. والله انت قلت لك يا انا عمري انت كمان النهارده ايه؟ أي الحمد لله النهارده يوم ها ابني، يعني بدي والله يصلوني والله العظيم. والله الله العظيم يسلمك. الله يسلمك. انا حاسس ان البث المباشر لله الحمد لله منه ابتدى يجيب نتيجه، ونتيجه فعاله كمان الحمد لله. تعرف ليش؟ مو احنا 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 تعلمنا يعني الحسينيات مو او الشيوخ علمونا على الغلط، فمن جاي اتابعك صار لي بالعشر ايام او اقل او ازيد، ما اعرف التحديد يعني بالوقت، بس نعم. وقتي قليل يعني كل شخصي. من شفت هذا الدراجي وشفت يعني المهم على كل، فمن شفت يعني غلط، احنا كله يعني غلط بغلط. فاحنا بالنسبه اني عائلتي، انا حتى مبلغ اطفالي او ولدي من يروحون يصلون، صدق بالله ما يسبون، يعني مو اكون على ثقه يعني. نعم. اكون على ثقه يعني، يعني اتمنى اني بس انا اترضى على الصحابه واترضى على اهل البيت عليهم السلام، يعني فاحبهم يعني، فشيء احب يعني مو زين. فاحنا كتبنا اغلبيتها بها تحرر يعني بها. فاحنا من شفنا، انا كنت اسب، أنا كنت أغلط، أنا واحد من السبابين يعني، أخاف أقول لك. بس هاي صار لي تقريباً كم سنة، لا من قعدت ويا واحد فشغلة يعني صارت عدي، فحشالي فقنعني بهاي السالفة، فأفتها يعني قلت بعد ما أغلط أنا على العالم وما أغلط على شيء يعني. نعم. أي فظليت يعني، فليش أنا قبل فترة من قلت لك أنا أتراضى عليهم، قمت أتراضى عليهم وقمت يعني، وولدي أنا هسه حالياً أصح لك يا مخاف واحد ما يصدق. طب انت بالله عليك، يعني انا عايز اسالك سؤال، لما انت مقتنع اقتناع تام ان معظم كتبك كلها محرفه، يعني ان لم تكن كلها محرفه، يعني ليه ما تترك طيب ليه ما تترك اصلا الكتب ديت المحرفه؟ يعني انت سمعت بنفسك كل ما نيجي نكلم شيعي يقول لك انا كتبي اصلا مش عارف مالها، انا كتبي ليست صحيحه. يعني انا عايز اعرف حاجه، يعني مهمه ال 12 امام ايه لما تركوا في الاخر التراث كله محرف؟ كانت مهمتهم ايه؟ يعني ليه ما تطلب اصلا من الاعتقاد دوت؟ يعني خلوك تسحب وخلوك تلطم وخلوك تسب الصحابه وخلوك تهين امهات المؤمنين رضي الله عنهم وارضاهم، وخلوك تطيب وخلوك تضرب نفسك بالجنزير وتلطم ولبس السواد ده يمكن معظم السنه و هسه احنا كنا سوادلاتين اي على 40 كلها سوادلات وحاجات. ليه طيب؟ ليه اصلا؟ ايه اللي خليك يعني؟ انت مثلا عايز اسالك سؤال، يعني انت مثلا لو انت دخلت الاسلام فعلا اللي هو اهل السنه والجماعه، هل احنا مثلا هنقول لك اطعن في اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، او هنقول لك لا تبكي على الحسين رضي الله عنه وارضاه؟
احنا نقول لك ابكي على الحسين رضي الله عنه وارضاه، لكن ما تلطب، ما تسحب، العفو الشيخ، ما تضرب نفسك بالجزير، ما تطعن نفسك، ما تطلع من نفسك دم. انا اخاف واحد يعني اخاف ما اصدق هذا ابني هسيجه. توين تروح يوميه؟ يا حسيني شو تسوي؟ اصلي. يصدق بالله يعني يعني ما يعني مو احنا هاي حلفان يعني فهم متعودين فيعني هذا يعني احنا هذا بس انا شنو يعني ما بنفسك لا يغلطون بس بنفسك انجو بنفسك يا اخي بستحلفك بالله انجو بنفسك انت واطفالك الصغار دول والله هؤلاء ليسوا على الحق اختراعات وحاجات منسوبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. انت عندك الطفل المسكين ده اللي معاك. انا بس خدمك تدري انا ليش انا ضايج؟ نعم. كودا جهاله ما يعرفون يقرون قران. الحمد لله والله الحمد لله خليهم يحافظوا على القران. انا ما يعرفون يقرون قران يعني يكون على ثقه من كذب والله يعني بلع... يعني ما يعني ما مو احنا حلفان اخاف اقول لك بالعباس بمنصب يعني فاحنا هاي ماشيين يعني مو صار لا يا اخي خليهم يقراوا قران يعني يقراوا قران اي يعني انا اصلي الصلاه صحيحه انا ضايج عليهم قران ما يعرفون يقرون خليهم يقراوا قران وخليهم يصلوا الصلاه ما عندهم بالحسيني فما تعليم ما عندنا تعليم بص خليهم يقراوا قران وخليهم يصلوا الصلاه الصحيحه وخليهم يتوضوا الوضوء الصحيح وبلاش اللفه حوالين الاضرحه ولو حب يدعي يدعي ربنا هو اقرب الينا من حبل الوريد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ما كان بيقول والنبي اعمل لي ما هو النبي افضل من علي بن ابي طالب ما كان بيقول والنبي كان بيتوجه الى الله عز وجل الحسن ما كان بيقول يا علي الحسين ما كان بيقول يا علي كان يتوجه مباشره الى الله عز وجل مو احنا بالحسينيات ما يعلمونا يعني اسال بي يعني ما يعلمونا ما يعلمونا الكلام ده انت عرفت الكلام ده يعني. انت عرفت الكلام ده احمي نفسك واحمي عيالك احمي عيالك من التخريف البطيخه مواليه البطيخه معاديه علي بن ابي طالب كان حمار والعياذ بالله علي بن ابي طالب بعوضه علي بن ابي طالب مش عارف كان بيطلع فين وينزل فين ويروح فين وبيعمل ايه وكل ده في الاخر ما عرفش يدافع عن زوجته وانا هسه من جاي اتابع هواي اكو جاي يغلطون فما بقدر معكم اي كلام يعني اي غلط انت شفت المفروض واحد داخل يناقش عمال يتمسخر علي اي طب انت داخل تناقش ولا داخل تتمسخر المفروض ان احنا بنتكلم انا وانت في دين صح ده انا اللي صاحب القناه ما تمسخرتش فيك لكن هو ما عنده حجه فعايز يهرب باي طريقه بيجبرني ان انا اقفل عليه طب اديني قفلت عليك يعني انت كده ارتحت هتروح لقناتك تقول وليد اسماعيل هرب مني ما الناس كلها شايفه ان انا ما هربتش منك انت اللي كل شويه تقول لي يا ولد يا ولد يا ولد انا شفت هذا ما دراج لا دراج هذا فشي يعني دراج هذا مجرم مجرم يعني مجرم وخطير يعني اقول لك يا اخي بالله عليك بالله عليك يعني بالله عليك يعني انجى نجي نفسك انت وزوجتك وعيالك عيالك اطفال مسؤولين عنك هيتعلقوا في رقبتك يوم القيامه لما توديهم حسينيات وتشوف الحسينيات وداخلين على شهر على ايام عاشوراء داخلين بقى على البحر وداخلين على التطبير ده الحسن الحسين رضي الله عنه وارضاه بيقول لاخته زينب يا زينب اذا انا مت فلا تخمشي علي وجهها ولا تبخي علي شعرة ولا تنادي بالويل والثبور ده الحسن اهو الحسين اهو بيقول لزينب نيجي احنا نعمل اللي متعملش ده بنأذي نفسنا وبنأذي الاسلام وبنشوه صورة الاسلام والكلام ده كله على ايه الحسين مات رضي الله عنه وارضاه طب ما علي رضي الله عنه وارضاه قتل وقتل في المحراب كمان ليه ما بيعملوش على علي بن ابي طالب كده طب ما بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تم تسميمه ليه ما بيعملوش على النبي صلى الله عليه وسلم كده لا لا مو احنا شيخ احنا نكذب شايف هذا المثل يقول نكذب الكذبه ونصدقها يا اخي انا ما بطلب منك والله ان انت تقرا القران شوف طلب اهل السنه والجماعه بسيط ازاي بطلب منك تقرا القران من الدفه للدفه والله يعني في اخر سوره ان شاء الله لقيك واحد مسلم معانا وسني كمان ان شاء الله لما تقرا القران من الدفه للدفه كل اللي في صدرك هيروح لانه بيجاوب على كل الاسئله اسال نفسك كده سؤال علي بن ابي طالب افضل من الانبياء والمرسلين ليه الانبياء والمرسلين ذكروا في القران وعلي لم يذكر
الحمد لله. انا قلت لك شويه على مود شويه اولادي والله من ان شاء الله خير. اشوف العالم ان شاء الله خير. يعني ان شاء الله خير والله، وانا مش هضغط عليك اكثر من كده، وان شاء الله ربنا يهديك الى الطريق الذي يحبه هو ويرضاه. الحمد لله. الحمد امين لله. الحمد لله. ربنا يبارك فيك. انا اسف يا اسف. تفضل. معك السلام. النهارده يوم التكبير والله سبحان الله. والله حاجات تشرح